نحييكم من معرض الشمس ووصول سيارة أثرية نوع بيوك يا موديل 1958. وانا هنا سيارات الكلاسيك باوع. وشنو الحديد مالته مصفح؟ شدمة ايابة من 58، يعني من وقت عبد الكريم قاسم باوع. سيارة كلاسيك أثرية، راح أخابر من عم الشيخ كاظم يخليها بالمضيف مالها، أكبر مضيف بالشرق الأوسط. باود يا مرسيدس عمي بيوك، وين مفتح؟ باع الستيرن مال الأول، باع الكوشن مدة، جيب السويتش عيني. لك والله حلوة. هاي شد وزنها؟ 5 طن؟ ثقيلة هاي على الوزن. بيها مسجل، بيها تبريد مال الاول. باوع صدق كلاسيك. باوع الساعه الاثريه بمعرض الشمس، كل انواع السيارات والسياره الاثريه بيوك. والله شدمه القماره. حي الله حسين شمس ابو علاوي الورد. هاي هم اثريه المرسيدس. باوع الله مرسيدس مال الاول، طبعا المانيا هي ام السيارات. جير اوتوماتيك بذاك الوقت، غاز النوب. هاي هاي مرسيدس، اسمع الطقه مال الباب شلون حلوه. هاي يا موديل المرسيدس 75، 1975 وما زنجرت ولا صعد بيها الخياس. يا غير قوية مرسيدس جير اوتوماتيك يا بي. لا سوي هيك حتى قبل تخسر. لا شو فيها سلايد؟ فتحة عيوني الملكة. هاي سوبر ستيشن باوع داتسون ابو القنبورة. هيا بي هاي سيارات كلهم بقصة دام. ايه نيسان داتسون. هاي وين لقيتها؟ وين كانت مضمومة؟ شمال، كل ما شمال غير عادي. وين شمالية؟ بغداد. هاي كان قافلين عليها غرفة جديدة تقول زيرو ياباني. هاي متى طل؟ حمامة الطريقية والكرونة والكراون. باوع 4 سلندر كابريتر وبلاكات مال الاول وياباني ثقيل. معرض الشمس، حي الله ابو علاوي الورد. شدرج عده يا ابي امريكي ياباني وكاله واثريات. ناشر ابو حايل مسيوبيشي. هاي شنو بجعه؟ باجيرو. هاي زيرو؟ هاي شلون سعرها؟ يعني بثلاث شدات وعشر اوراق. بيها مجال توقع العشرة، بيها مجال ابو علاوي تنمسك طيبة. هاي شنو؟ شوفر قديم. ايابي. هاي شايفه بقصة تام. هاي السيارات الاثرية يابي. شلون بيكم حلوة؟ هاي تطلع برجال الكابوي. شوفر أثرية كلاسيك تشتغل؟ بوش أخاف نمرة. ها اشتغلت. شوفر عمي. هاي يا موديل 1982 شوفر ليه ديالة مدينة البرتقال. الحديد قبل قوي. رجعت سكين علامة الشوفر ليت. حلوة السيارة. كرار يا لون الاحلى مال هاي البجعه. هاي لو هاي
هاي زودة لوصل كذابي. لا شنو هاي العلامة المكتوب عليها؟ مسيوبيشي مونتيرا. هاي نفس السعر وياي؟ لو هاي تختلف. هاي بشدتين وسبعين ورقة لأن هاي زيرو. هاي زيرو عمي. المسيوبيشي تتكلم. هاي سيارة يصعدها جاكي شان دائما بأفلامه. لا روح انا غير القزارة. اي روح لربيل. معرض الشمس بإدارة حسين الشمس لهاي مطلع على الكتابة حي الله بعلاوي منطقة القراعات. الحصر ناصر حنة. انا مشتري منه اربع سيارات. الله يرزقك حبيبي ابو علاوي.